الفلاحة يسعى حماية الأسعار مختلفة الفلاحيين بتخليص دور سمارس السوق في العلاقات بين الفلاح والمستهلك بما يعود بفائدة على الفلاحة والمستهلك على حد سواء، تعوض الفلاحة عن الخسائر التي تحلق بها في المجال الثقافة والإعلام. الدفاع عن الموروث الثقافي الوطني في وجه محاولة تمسيط وتخريبها ومحاربة كل المحاولات الهدفية إلى تكريس الثقافة الاستهلاكية وأضعاف الانتماء الوطني وتدمير القيم الإنسانية الصحيحة وبما يخدم المصالح المعيشية للكتب والصحفيين والنفقين ويمكنهم من العيش الكريم لتقديم المزيد من العطاء الإنسان. المكاتب وطنية عامة في المجال السكن يسعى الحزب إن يدير المساكن في كل التراب الوطني وخاصة في العضو بالعياء وفي الصحراء. الحزب الجبهة الوطنية هرمين جوهام رقم 2 مدى بكم ضفوطي وبزاف يوم 10 ماي 2010 على القوائم تاعنا اللي موجودة في 45 ولاية. يعطيكم الصحة وميرسي. بعد بسم الله الرحمن الرحيم.